بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعله علما ينتفع به. كثير مرات سألتوني على الكتف الثالث أو الكتف الكت، يعني الكم الثالث اللي هو عبارة أنه بيقولوا بلا حفرة، بس أنا بنصحكم نصيحة بحكم تجربتي إنكم أنتوا تساووا بحفرة حتى شوفوا كيف، شوفوا شلون الجورنالات العالمية شلون بتحطوا. لاحظوا هذا كتف ثالث يا صبايا، ورغم ذلك بنحفر بس مثلا 4 أو 5 غرز ومنتابع عادي. بالنسبة للكم شو بيصير معنا؟ شغلة حلوة انه بيصير منحدد بقى مسافة من هون لهون قديش الكتف، قديش الكم لوين لازم نركبه. هاي الحلاوة فيها. انا هلا هون ابتديت هاي الكنزة على اساس بدي ساويها كتف ثالث. الكتف الثالث كتير بسيط، شغلته بسيطة، انت بتاخدي بس من هون 4 غرز. انا هلا هاي الكنزة لطفلي عمرها 3 سنين او 4 سنين صبايا. انا هلا هون وصلت لعند الكتف، قديش انا هلا هون المسافة عندي اشتغلت لحتى وصلت 29 سنتي. 29 سنتي انا هلا بدي احرد حردة الكتف الثالث، ما بدي شيء، بدي اخذ 4 من هون 4 من هون. على فكرة انا معي 62 غرزة. يلا هاي اول وحدة وهي الثانية بس لمرة وحدة، 3 وهي 4. هلأ بكفي دوري عادي، تمام؟ ليك هو ليك الحردة شلون عبارة عن 3 غرز بس بتكفي دورك عادي، توصلي للنهاية وبتشتغلي بترجعي بتاخدي 4 من الطرف الثاني وبس، وبتكفي شغلك عادي. هاي هي عبارة، هي عبارة الكتف الكت أو الثالث. أنا بحب أمشي عليه لأنه مثل ما شفرجيتكم بهذا الباترون الموديلات العالمية كلياتهم بيستخدموها. أنا رح أشتغل لآخر الدور وبرجع لكم. هذا الدور العديل اشتغلنا قطعنا 4 من هون. هلأ بالدور المقلوب بدنا نقطع كمان، بدنا نحرد 4. يلا هاي 1 1 وهي 2 2 وهي 3 وهي 4. طبعا انا هلا هون عم اشتغل اطفال يا بنات، بالنسبة للكبار بدكم تاخذوا اكثر، تاخذوا 5 6 7 مثلا. ليش هالطريقة هاي؟ انه ما بيعود بيكتل الكم تحت تحت البعض. اهم شيء انه ما يصير فيه تكتل. شفتي انت كيف بيجتمع الصوف كلياته تحت البعض؟ نحن هلا ما بدنا يتكتل. هلا انا رح استغل هالفيديو كمان انا مشان بدي اعلمكم حردة الأبة في مدورة. لاحظي شلون هي حردة الأبة في مدورة. سبق واشتغلت انا الي انا بلوفر الي كنزة، اشتغلت الي انا سنة الماضية. لاحظوا بنات انا هي سبق واشتغلت الي، شايفين هي تعتبر أبي 7 ولكن كمان بشكل مدور. أنا هي اشتغلتها إلي سنة الماضية وما ساويت إلها فيديو، هلأ رح أساوي الفيديو إلها طبقكم إياها بس للأطفال. بالنسبة للكبار بيزيد عدد القطب. هي كيف بقى بتقسمي الغرز إلى قسمين وبتاخدي بالمنتصف، بتصيري بتنقصي بالنسبة للكبار 1 2 3 4 5 غرز، بالنسبة للصغار أنا أخذت 4 غرز بس. هي المهم بتصير في، بسميها الفي العالية في، وبنفس الوقت بيجيكي بشكل دائري. انت حرة بتريدي تساويها بهذا الموديل للستات والبنات، بتريدي تساويها بهالشكل هاد للصبيان، بتحبي تساوي هيك موديل للصبيان. للبنات بيصير إلو حتساوي له الأبة مثل القميص، وللصبيان بتساوي بهالموديل هذا. هلأ رح أعلمك الحردة. بالنسبة لأنا هلأ هون لهي الأبة اللي بدي أشتغلها، أنا بدي أشتغل 4 أدوار. لاحظوا أنا حردت هون كتف الثالث، حردته، نحن بنسميه كتف ثالث، أنتوا بتقولوا كات. بنشتغل 4 أدوار فقط لا غير. بعدين بنقسم الشغل إلى قسمين، شو معاكي عدد غرز بتقسميها بالنص. أنا هلأ هون قسمت بالنص واشتغلت هذا الطرف مشان فرجيكم يا، شايفين كيف؟ أنا هلأ حطبقكم طرف اليمين، دائما بشتغل اليسار، هلأ حساوي لكم اليمين قدامكم. ما بدها شيء، في عادية تشتغلي. ها ربطت الخيط طبعا أنا بالمنتصف وبشتغل في عادية. أول غرزة شو بعمل فيها؟ باخدها ها وبتابع شغلي للنهاية، ما بقى في حردات للقبط بهذاك الطرف، خلص بس هيك بشتغل هذا العدل وبعده المقلوب وبرجع كمان كل 4 أدوار باخذ غرزة، كل 4 أدوار باخذ غرزة.
صبايا أخذنا وحدة أول ما بلشنا، أنا معاي 27 غرزة لأنه نص 62، وأخذنا من هون أربعة، بيضل معاي 27 لهذا الطرف من الصدر. أخذنا وحدة، اشتغلنا 3 دوار، نشتغل دور عدل مقلوب عدل مقلوب. جينا هلأ بالدور الرابع، هلأ بناخد شوفوا، هلأ بنرجع بناخد وحدة، مرد نرجع نشتغل عدل مقلوب عدل مقلوب، نرجع ناخد وحدة، منكرر هالموضوع 4 مرات. ما بدها شيء مثل حفرة الفيل عادية، ولكن هي فيل عالية عبارة عن 4 غرز فقط لا غير، منساويه منقسمون على كل 4 أدوار مناخد وحدة وهكذا. يلا رح أشتغل وبرجع لكم. يلا هلا اشتغلنا مثل ما قلت لكم، اشتغلنا 3 ادوار، وهلا بنجي بالدور الرابع بدنا ناخذ الغرزه الثالثه. مثل ما اتفقنا بدنا نساويهم 4 غرز بس فقط لا غير. هلا اخذناها هيك وبنشتغل، هلا عدل مقلوب عدل مقلوب، وبنرجع مشان نشتغل الرابعه. وصلنا هلا الرابعه. بالنسبه للاطفال مثل ما قلت لكم بنحرض 4، بالنسبه للكبار بنحرض 5. هلا احنا هون اشتغلنا هلا الرابعه حردناها، هلا منتابع بنشتغل هذا الدور بنشتغل المقلوب، نرجع مباشره بدنا نحرد الحرد القبه المدوره. حردنا هلا صبايا 1 2 3 4 مرات، تمام حردنا 4 مرات. هلا صار عندنا هذا الطول لهذا الطول، بتقولي لي كيف بدنا نحسب عدد غرز القبه المدوره؟ ما بدها شيء، قبل كل شيء انت زاد معاكي 27، نفترض انت مثلي اشتغلتي 62 غرزة، أخذتي 4 من هون، هذا من هون، هذا من طرف من هون لهون 27 غرزة، أخذنا 4، تمام؟ هلأ بنحسب بدنا نقيم نحن غرز الكتف، قديش بدنا غرز الكتف؟ بنحسب 2 4 6 8 10 12 14، ما بدها شيء، سبق وقلت لك، قيسي كتف البنت أو الصبي اللي عندك، كم قديش بتحتاجي؟ بتحتاجي لتسعة مثلا أو لثمانية، ثمانية، حطيهم هيك على الشغل. حطيهم على الشغل وعدي كم غرزة بيطلع معاكي. أنا طلع معاي بدي 14 وحدة، هلا على أساسهم بدي أقسم. أنا كيف بدي أقسمهم؟ بدي آخذ بقى أنا هون مو آخذة 4، هلا برجع باخذ 4، 3 2 وخلص، بشتغل 2 3 وبتركها. ليش؟ مشان بدي أختم ختمة الأكتاف الحديثة اللي بنطبقهم مع بعضهم، أحلى بالنسبة للكتف الثالث. هلا بدنا نحرض الحردة الأربعة، أول بداية الحردة المدورة عبارة عن وحدة، وهي الثانية، وهي الثالثة، وهي الرابعة. خلاص بس من هذا الطرف بنشتغل من الطرف الداخلي. هلا منتابع دورنا عادي وبنشتغل المقلوب، بنرجع مشان بدنا نشتغل الحردة الثانية. ساوينا 4، ساوينا 4. هلا بنشتغل 3 كمان، بدنا نحرض 3 مثل ما علمتك. أهم شيء أول غرزة شدي إيدك مشان ما يطلع فراغات، بيطلع بشي على الفراغات. هاي وحدة وهي 2، وهي 3، عظيم. يلا هلا بنكفي لاخر سطر وبنشتغل المقلوب وبنرجع. شايفين هذا هيك بس شغل عادي، انا بالنسبه الي ما في غرزه، انا عم بشتغل جورسي عادي. يلا هلا بدنا نحرض 2 غرزتين فقط لا غير، هي وحده وهي الثانيه. تمام هلا بدنا نكفي هيك لاخر السطر، شغل عادي عادي ما في له اي اشكال. المهم نحن هلا ساوينا الفيل عاليه مع المدوره، لاحظتوا كيف؟ هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نشتغل بقى 4 ادوار وبنترك الابر معلقه على، نترك الخيط دولي الغرز معلقه على الابره مشان بس الخلص الظهر معانا نختم الختمه مع بعضهم، سبق وعلمتكم اياها. انهينا صبايا حردة الفي العالية مع الحردة المدورة، اشتغلنا 4 ادوار وبنتركهم معلقين على الابر مشان بدنا نختمهم مثل ما علمتكم، نختمهم مع الظهر وقت بيخلص. هذا هو استغليت هالفيديو مشان علمتكم فيه حردة الكتف الثالث، وهي الحردة العالية المدورة، الفي العالية المدورة. مثل ما قلت لكم هي هي تنفيذة، أنا سبق ونفذتها هيك، صلع كيف تصير. بالنسبة للكبار بتساوي 1 2 3 4 5، وبعدين بتحفري حفرة القبة المدورة، وبعدين بتحبي تساويها هيك هذا الموديل للبنات، فيك تساوي هداك الموديل للصبيان، تتركيه بشكل مثل ما لك شايفة كيف بيتركوه هيك بشكل عادي. بالنسبة للقط الغرز، بالنسبة للقط الغرز تلقطيها، تلقطي الغرز بس من هون، تشتغلي
تشتغلي بس ثلاث ادوار وبتختمي، بعدين بتلقصي الغرز الكاملات للأب القميص، موجود الفيديو عندك بالقناة. أنا هون هذا رح أحط لكم الباترون تبعيت ليلى والزئ، بحط لكم إياه على صفحتي بالأشغال اليدوية، عجزة آكي للأشغال اليدوية، واللينك بتلاقوه بصندوق الوصف. بتأمل إن شاء الله يكون أفدكم، ولا تنسونا من لايك وشير واشتراك، وأهلا وسهلا فيكم.